السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي طلبة، هذه محاضرة جديدة لنا اليوم في مبادئ علم الأحياء المنشرية. المحاضرة خاصة لطلبة المرحلة الثانية للدراسة المسائية قسم التحليلات المرضية في كلية علوم جامعة الكوفة. أنا محدثكم دكتور بسام كريم خضير، واليوم إن شاء الله تعالى راح نتكلم بموضوع جديد اللي هو أطوار النمو البكتيرية وكذلك الظروف المثالية لنمو الأحياء المنشرية. في المقدمة نبدأ إن شاء الله بتعريف بسيط بالنسبة لأطوار نمو الأحياء المنشرية أو أطوار نمو البكتيريا. Bacterial growth phases. Growth of bacterial culture is defined as an increase in the number of bacteria rather than in the size of individual cells. عادة لما نتكلم عن النمو البكتيري نقصد بالنمو البكتيري هو الزيادة في العدد، هو الزيادة في العدد، ولا نتكلم عن زيادة في الحجم. لما نقول إنه النمو البكتيري نقصد بالنمو البكتيري هو زيادة أعداد الخلايا البكتيرية وليس الزيادة الحجمية للخلية البكتيرية. وبالتالي هذا النمو يكون عادة نمو تضاعفي، بمعنى أنه الخلية تنقسم لتصبح خليتين، ثم بعد ذلك الخليتين تصبح أربع خلايا، الأربع خلايا تصبح ثمان خلايا، ثم الثمان خلايا تصبح 16 خلية، وبعد ذلك تصبح 32 خلية وهكذا. فهذا النمو عادة هو زيادة عددية وليس زيادة حجمية. الوقت اللي تحتاجه الخلايا البكتيرية عادة لغرض النمو في كل جيل، يعني في كل نقصد بالجيل هنا هو الانقسام، يسمى هذا الوقت بالجنريشن تايم، بمعنى انه وقت الجيل. طيب خلينا نشوف شنو هو. The time required for the formation of a generation is known as generation time which is called G. So the generation time here is then the time that is required for dividing. يعني انه هو الوقت الوقت المطلوب لغرض الانقسام، انقسام الخلية الى خليتين هذا نسميه جيل، انقسام الخليتين الى اربع خلايا راح نسميه هذا جيل ثاني، ولذلك نسميه وقت التضاعف. يعني على سبيل المثال بكتيريا القولون الجينيريشن تايم مالتها يقدر على انه 20 الى 25 دقيقة. فبالتالي الجنريشن تايم بمعنى انه انقسام العدد، تضاعف العدد، تضاعف العدد. يعني على سبيل المثال عندي انا الان 100 خليه، ال 100 خليه لما تتضاعف تصبح ايش قد؟ تصبح 10000 خليه وهكذا وهكذا. جيد. عفوا، ال 100 خليه تصبح 200 خليه، وال 200 خلية تصبح 400 خلية، 400 خلية تصبح 800 خلية وهكذا. فهذا الوقت عادة يسموه بالجنريشن تايم. بالطبيعة عادة البكتيريا قد لا تجد الظروف المثالية in nature، مع أنه في الطبيعة بكتيريا do not find perfect condition for growth. ولذلك عادة ما نقدر نستخدم هذا الزمن generation time. ليش؟ لأنه بالطبيعة هذه البكتيريا الظروف غير مناسبة، قد الظروف أصلاً غير ملائمة للانقسام، بالتالي هي تتكيف مثلاً للاستمرارية، تتكيف لمقاومة الظروف على سبيل المثال القاسية. بعض الأحيان قد تتوفر الظروف المثالية اللازمة للنمو، ولكن في بعض الأحيان تكون قد الظروف غير مناسبة. فبالتالي هذا الجنريشن تايم ما أقدر أستخدمه للإشارة إلى نمو الأحياء المنشرية في الطبيعة، إنما أقصد بهذا الجنريشن تايم في الظروف المختبرية. ولذلك نقول إنه thus bacterial species that populate an environment in a laboratory however growing bacteria in culture media can meet optimal condition. الظروف المثالية عادة البكتيريا لما تنميها في الأوساط الزراعية في داخل المختبر عادة تتوفر لها الظروف المثالية، توفر لها درجة الحرارة المثالية، توفر لها الغذاء المثالي، توفر لها الرؤوس الهيدروجين المثالي، توفر لها نسبة الغازات المثالية وهكذا. فبالتالي هنا الظروف تكون أوبتيمال بالنسبة للبكتيريا وتستطيع التضاعف بسهولة. فعادة التضاعف اللي يكون في الأوساط الزرعية المختبرية نطلق عليه بالجنريشن تايم. طيب بالتالي عادة احنا عندنا بشكل عام كل نمو هو عبارة عن يكون كيرف. بالبداية يبدأ الكيرف بالصعود،
ومن ثم يصل إلى القمة ومن ثم يبدأ بالهبوط. زين، بمعنى أنه يبدأ نمو سريع بعدين يستقر بعدين يبدأ الموت الخلايا. ولذلك نسميه هذا بالكيرف. It is under these conditions، يعني تحت الظروف المختبرية المثالية. The bacterial growth curve can be observed، يعني نقدر نسوي كيرف للبكتيريا، نقدر نلاحظ به الأطوار، النمو السريع، الاستقرار ومن ثم الموت. بالطبيعة ما نقدر نشوف هذا الشيء. ليش؟ لأن الظروف قد لا تكون مثالية، أو قد يكون عادة المستعمرات اللي تستعمل مثلا على سبيل المثال بيئة معينة قد تكون أكثر من نوع، وبالتالي تتنافس على الغذاء. هذا التنافس قد يؤدي إلى شنو؟ الحد من عملية التضاعف. طيب الآن خلينا نتكلم بشكل خاص بعد هذه المقدمة عن أطوار النمو للخلايا البكتيرية. عندنا في الخلايا البكتيرية أربعة أطوار أساسية. الطور الأول نسميه lag phase، الطور الثاني اللي نسميه exponential or log phase، يعني ما نسميه exponential أو log phase، والطور الثالث اللي هو الطور stationary، ومن ثم الطور death. إذا نلاحظ هنا بالرسم، هنا هو lag phase، الخلايا البكتيرية لما تبدأ تزرعها، زين؟ بعدها ليست في حالة مرحلة النمو، ثم بعد ذلك تبدأ بالنمو السريع، ثم بعد ذلك لما تبدأ الغذاء بالنقص يصير stationary phase. بالstationary phase بمعنى أنه معدل الخلايا المتضاعفة يساوي معدل الخلايا الميتة، ولذلك يصير stationary، يعني ثابت، يعني طور ثابت. بالdeath phase تبدأ الخلايا بالموت، فيبدأ number of cells خلال الوقت، شوف هنا number of cells خلال الوقت، يبدأ عدد الخلايا مات البكتيريا بالنقيصة كل ما زاد الوقت، كل ما زاد الوقت يبدأ. إذن أول ما يبدأ خلال الوقت lag phase مرحلة الشروع، بعدين كل ما يزداد الوقت يبدأ النمو يزداد، ثم بعد ذلك يصل إلى مرحلة معينة الخلايا، عدد الخلايا خلال الزمن ما راح يتغير، لأنه عدد الخلايا الميتة راح يكون مساوي لعدد الخلايا المتضاعفة الجديدة، ثم بعد ذلك تبدأ بالنمو بالموت. طيب خلينا نشوف شنو هاي، نستطرق هذه الأطوار الأربعة اللي تكلمنا عنها. بالنسبة للlag phase عادة هذا نسميه this initial phase is characterized by cellular activity but no growth، يعني الخلية تبدأ بعملية ال cellular activity زين، ولكن growth تضاعف ماكو، بمعنى إنه الخلية تأخذ الغذاء على سبيل المثال، الخلية تبني بروتينات على سبيل المثال، وهكذا زين، تهيئ نفسها للانقسام، تزداد شوية بالحجم زين، ولكن لا يوجد انقسام. So خلنا نفرق الكلام. This initial phase is characterized by cellular activity but no growth، بمعنى أنه الفعاليات الخلوية تبدأ في هذه الطور ولكن لا يوجد هناك انقسام. A small group of cells is placed in a nutrient-rich media، معنى أنه مجموعة من الخلايا لما نخليها نبدأ على الوسط الغذائي الزرعي تبدأ بعملية، الخلايا تبدأ بعملية صناعة البروتين synthesis proteins and other molecules necessary for replication، بمعنى أنه تبدأ الخلايا بتهيئة نفسها وصناعة الجزيئات الأساسية في داخلها لأجل التكاثر، لأجل العفو التضاعف. The cells increased in size، تزداد شوية بالحجم، but no cell division occurs، ما يصير اكو اي عملية تضاعف خلال هذا الطور. اذا خلال هذا الطور نستطيع ان نقول انه الخلية تبدأ بتهيئة نفسها لغرض الانقسام، تزداد بالحجم، تبني جزيئات خاصة بها لغرض الانقسام اللي هو البروتينات من اجل عملية البروتين سينثيسيس، وجزيئات اخرى ايضا تحتاجها، وبالتالي تهيئ نفسها لعملية الانقسام ولكن ما انقسمت. طيب بالاكسبوننشال فيس الخلية تبدأ بالانقسام. هنا bacterial cells enter this phase after the lag phase، بعد ما ينتهي lag phase تبدأ بمن الدخول بالexponential phase. This is the time when the cells are dividing by binary fission and doubling in number after each generation time، بمعنى أن الخلايا هنا تبدأ بالتضاعف بعملية الانقسام الثنائي binary fission، وبعد ذلك العدد راح يبدأ بالتضاعف خلال جيل جيل، يعني الجيل الأول خلية الوحدة صارت اثنين، جيل الثاني اثنين صار أربعة وهكذا. طيب إذا أنا بديت مثلاً المزرعة البكتيرية مثلاً بمئة خلية، مئة خلية موجودة في مستعمرة واحدة، هاي المئة خلال الجيل الواحد، يعني مثلاً جيل البكتيريا الإيكولاي قلنا 20 دقيقة،
ولكن اكو اجيال اخرى لبكتيريا اخرى مثلا التضاعف مالتها يكون عاده بطيء، على سبيل المثال المايكوبكتيريا التضاعف مالتها يكون بالساعات، ورا ساعه او ساعتين يلا تتضاعف الخليه مره واحده وهكذا. زين، اللي يصير شنو هنا بهذا الطور؟ اللي يصير هنا انه خلايا الجزيئات الدي ان اي الار ان اي مكونات السيل وول كلها تبنى من جديد. زين، كل هذه العمليات الجزيئات الاساسيه للانقسام تبدا بالتضاعف. It is in this growth phase that antibiotic and disinfectants are most effective as these substances typically target bacterial cell walls or protein synthesis process of DNA transcription and RNA translation. يعني انه خلال هذا الطور عندنا العملية لما نستخدم الانتيبايتيك او لما نستخدم المعقمات بشكل عام، الانتيبايتيك شو وقت يشتغل على البكتيريا؟ لما الخلايا تبدأ بعملية التضاعف، لما الخلايا تريد تتضاعف الآن بدأت تستوي، بدأت تريد تضاعف، بدأت بالتضاعف، صار عملية الانيشيشن. هذه جزيئات الانتيبايتيك هي اللي تستخدم. ليش؟ لأنه في طور الاكسبوننشال فيس هو الطور اللي تتضاعف فيه مثلا على سبيل المثال المادة الوراثية اللي هي الأحماض النووية. فبالتالي أنا لما أستخدم الانتيبايتيك على سبيل المثال أريد أوقف فد عملية معينة أساسية في داخل الخلية البكتيريا وأقتلها. فشو وقت تكون الوقت مناسب بالإكسبوننشال فيس؟ ليش؟ لأنه هو هنا العمليات الأيضية اللي تحدث، عفوا العمليات الأساسية للتضاعف اللي هي عمليات البناء. زين، عملية بناء الجزيئات، عملية بناء المكونات الأساسية للخلايا. فلما يبدأ عملية تثبيت هذا النوع الخلايا بعد ما تضاعف وتموت، فبالتالي هو هذا الوقت المناسب للقضاء على البكتيريا. ولذلك احنا عادة الانتيبايتيك قد يستهدف الـ RNA translation، يعني عملية ترجمة الـ RNA. احنا نعرف انه الـ DNA يستنسخ يتحول الى جزيئة RNA، وبعد ذلك جزيئة الـ RNA تترجم الى البروتين، والبروتين هو اللي يقوم بوظائف الخلية. طيب، ننتقل الى الفيس الثالث اللي هو الستيشنري فيس. بهذا الفيس مثل ما تذكرون قلنا انه يعني بهذا الطور الخلايا تبدا ما يزداد عددها. ليش؟ لانه الخلايا المتضاعفه تكون اعدادها بنفس اعداد الخلايا الميته، لذلك يصبح الطور مستقيما مستمرا ثابتا. Eventually the population growth experienced in the logo phase begins to decline as the available nutrients become depleted and host products start to accumulate. اللي يصير شنو هو؟ انه عادة استهلاك المادة الغذائية بهذا الطور يعني معظم المادة الغذائية استهلكتها البكتيريا خلال طور اللوج فيس، فبالتالي كمية الغذاء اللي موجود بهذا الطور لما توصل البكتيريا إلى هذا الطور، الغذاء اللي موجود بالميديا يكون جدا قليل لأنه استهلكت البكتيريا أثناء عملية النمو خلال طور اللوج أو الإكسبوننشال فيس. أضف إلى ذلك أثناء هذه عملية النمو الخلايا البكتيرية لما تضاعف أيضا تفرز منتجات أيضية ثانوية. هذه المنتجات الأيضية الثانوية هي عبارة عن ويست، هي عبارة عن فضلات، فبالتالي تجمع هذه الفضلات يحد من النمو مال الخلايا البكتيرية. Bacterial cell growth reaches a plateau or stationary phase، يصل إلى مرحلة الثبات. وليش؟ لأنه خلايا مثل ما قلنا where the number of dividing cells equal to the number of dying cells، مثل ما قلنا أنه عدد الخلايا المتضاعفة في هذا الطور يكون مساوي لعدد الخلايا الميتة. This result in no overall population growth، معنى أنه عدد المجتمع البكتيري ما راح يزداد، الخلايا البكتيرية ما راح تضاعف، الخلايا البكتيرية راح يكون الgrowth مالت البكتيريا راح يكون مستقر. Under this favorable condition، تحت هذه الظروف اللي هي أقل محببة، competition for a nutrient اللي يكون عملية تنافس على الغذاء increases and the cells become less metabolically active، مع أنه الازدياد راح يصير على استهلاك المادة الغذائية من قبل خلايا البكتيريا، ولكونه أكو تنافس فأيضيا العمليات الأيضية عمليات البناء وعمليات الهدم تكون في هذه الحالة شبه تبدأ بالتثبط أو تقل فعاليتها. طيب شنو اللي يصير؟ بعض أنواع البكتيريا حتى تنجو من هذه العملية تكون سبورات. شلون الفطريات؟ شلون شرحنا أنه
بعض الفطريات يكون سبور، بعض انواع البكتيريا ايضا يكون سبور. لما تحس البكتيريا انه تريد تموت تبدا بتكوين السبور، وهذا ما يسموه اندوسبورز، معناه انه الخليه البكتيريه تكون اندوسبورز. السبورز عاده يكون نفس مكونات الخليه، ماده وراثيه، سيتوبلازم، بعض الجزيئات المهمه، تحاط بغلاف يكون مقاوم للظروف الصعبه، الهارش انفايرمنت، الظروف القاسيه. وبالتالي اذا ماتت الخلايا يبقى هذا الاندوسبور الى ان تتوفر الظروف المثاليه. فلما تصل البكتيريا الى مرحله الستيشنري فيز تبدا تحضر نفسها الى تكوين السبورات. بس مو كل انواع البكتيريا عندها سبورات، يعني هناك اجناس معينه من البكتيريا عندها سبورات. طيب اضف الى ذلك، بهذا الظرف البكتيريا تريد تموت. البكتيريا الان بهذا الظرف الستيشنري فيز تحس نفسها انه غذاء ماكو، تحس نفسها انه الان هذا الطور بدا بالتنافس. فاللي يصير شنو، تفرز الخلايا البكتيريه بعض الانزيمات الضاريه. فاذا كانت موجوده على سبيل المثال نسيج حيواني او نسيج يعني انسان ايضا، تبدا بافراز انزيمات. هذه الانزيمات نسميها عوامل ضراوه، فايرولنس فاكتور. شنو عوامل الضراوه؟ عوامل الضراوه تحاول انه تدمر الخلايا اللي موجوده بها من اجل استهلاك الغذاء. يعني على سبيل المثال تقوم تفرز انزيمات مثلا تحلل كرات الدم، يقوم تفرز انزيمات تحلل البروتينات وهكذا. هذه وين؟ هذه بالظروف الطبيعيه. في الظروف المختبريه حتى وان فرزت هذه المواد فماكو فائده، لان الماده الغذائيه، الوسط الغذائي اللي مزروعه به هي عباره عن وسط غذائي ما به دم مثلا على سبيل المثال. فحتى لو فرزت الخلايا هذه عوامل الضرر ما راح تستفاد. ولكن بشكل عام بالطبيعه لما البكتيريا الممرضه تصيب الانسان، لما تصل الى مرحله ستيشنري فيز في نسيج معين تبدا بافراز عوامل الضراوه من اجل انه تستفاد من المضيف باكبر قدر ممكن. طيب بعد الستيشنري فيز راح تدخل البكتيريا الى الديث فيز. بالديث فيز عاده النيوترونز بيكم ليس افيلبل اند ويست برودكت انكريز، كميه الفضلات التي تنتج من خلايا البكتيريا تكون كميه كبيره جدا بالمقارنة إلى كمية الغذاء المتوفر. لذلك الخلايا البكتيرية تبدأ بيقل عددها. The number of dying cells continue to rise، يعني عدد الخلايا الميتة راح يبدأ بالزيادة. وعدد الخلايا المتضاعفة يقل، فبالتالي يبدأ طور الموت. تبدأ الخلايا البكتيرية، المجتمع البكتيري يقل شيئا فشيئا. In death phase, the number of living cells decreases exponentially and population growth experiences a sharp decline. يعني الخلايا راح تبدأ بالموت ويصير اكو انحدار بهذا المنحني اللي تكلمنا عنه. طيب a dying cells lies or break open, they spills their content into the environment making these nutrients available to the other bacteria. الخلايا الميتة لما تبدأ بالموت راح تتفجر. لما تتفجر محتوياتها الداخليه راح تطلع للمحيط. هذه المحتويات الداخليه اللي تطلع للمحيط هي عباره عن عضيات، هي عباره عن سيتوبلازم يحوي على بروتينات. البكتيريا اللي دائما مدارها راح تستفاد من عندها، فبالتالي هذا راح يساعدها شويه شويه على شنو، على انه تستفاد من هذا الغذاء اللي موجود دائما مدارها اللي هو من نواتج الخلايا البكتيريه، وتبدا مباشره بالنسبه للخلايا اللي تكون سبورات انه تنتج السبورات من أجل أنه تعيش. Spores are able to survive the harsh conditions، الظروف القاسية يستطيع أن يتحملها السبورز. And become ground bacteria when placed in an environment that supports life، بمعنى أنه هذه السبورات لما مثلا تنتقل إلى مكان آخر، سواء كان بالتلوث، سواء كان مثلا طير بالهواء إلى آخره، وتقع في مكان أو في بيئة غذائية مناسبة، راح هذا السبور ينبت الى خلايا بكتيريه اخرى، وبالتالي راح يكون لنا مجتمع بكتيري جديد. طيب الى هنا عندنا انتهينا من مساله اطوار الخلايا البكتيريه. الان نتوجه الى الظروف المناسبه اللي تحتاجها البكتيريا من اجل النمو. عندنا اول شيء درجه الحراره، temperature. Bacteria have minimum, optimum and maximum temperature for growth، معنى انه هناك درجات حراره مثالية اللي هي نسميها optimum، minimum درجات حرارة واطئة، maximum درجات حرارة عالية. يعني على سبيل المثال بعض البكتيريا تتحمل 37، العفو الظروف المناسبة لها هي 37، ولكن إذا انخفضت درجات حرارة إلى 35 ما تظل تنمو، إلى 30 إلى 25 تظل تنمو.
ولكن نموها مو مثل ما لو كانت درجة الحرارة 37. وهكذا أيضا للماكسيمم هي تنمو 37، بس إذا زادت درجة الحرارة إلى 40 إلى 43 أيضا تبقى تنمو. بعضها قد يموت، بعضها قد يستمر بالنمو، زين، ولكن هذه الظروف غير مناسبة إلها مثل الظروف الأوبتيموم اللي هي 37. وهكذا نقدر عادة نقسم البكتيريا من حيث تحملها لدرجة الحرارة إلى مجموعة إلى أربع مجاميع. المجموعة الأولى نسميها سايكروفيلز، بمعنى أنه البكتيريا المحبة للبرودة. هذه عادة البكتيريا تتحمل درجات حرارة حتى ماينس 5 سيليسياس، يعني 5 درجة تحت الصفر هي تستطيع أيضا النمو. زين، الأوبتيموم جروث مالتها من ناقص 5 إلى 15 سيليزي، هي الظروف المثالية لها. إذا قلت تحت الخمسة تصبح غير ظروف غير مثالية، وإذا زادت فوق ال 15 أيضا تصبح ظروف غير مثالية. زين، وين نلقاها هذه البكتيريا؟ هذه موجودة بالأركتيك أند أنتراركتيك، بمعنى المحيط القطب الشمالي والقطب الجنوبي، بالإضافة إلى ذلك إن ستريم فيد باي جلاسيريس، بمعنى أنه الجداول اللي ستريمز معناها الجداول، معناها الينابيع اللي تغذيها منه، تغذيها المياه الذائبة من الجليد. عادة المياه الذائبة من الجليد نسميها بالجليسرس، زين، اللي هي عبارة عن مياه مثلا في القمم الجبلية. القمم الجبلية يكون أكو جليد، لما تبدأ بالذوبان تبدأ تتحول إلى جداول، إلى مياه. هذه المياه تكون جدا باردة، درجة حرارتها صفر، فبعض أنواع البكتيريا تنمو في هذه المناطق. زين، النوع الثاني اللي هو الميزوفيلك أو الميزوفيلز، هي بكتيريا اللي تكون درجات حرارتها معتدلة moderate temperature، وهذه optimum growth، معنى أنه النمو الطبيعي المثالي يكون عادة بدرجة حرارة 25 إلى 45. ومعظم البكتيريا الآن اللي موجودة عندنا بالتربة، وحتى اللي تعيش في بعضها في داخل أنواع جسم الإنسان، تكون عادة متحملة درجة حرارة 25 إلى 45. طيب، النوع الثالث اللي هو الثيرموفيلك أو الثيرموفيلس، هذه عادة نوع من أنواع البكتيريا تكون heat loving بكتيريا، معنى أنه بكتيريا محبة لدرجات الحرارة. الأوبتيموم temperature مالتها من 45 إلى 70 درجة مئوية، يعني حتى درجة 70 تقدر تحملها. هذه تكون موجودة وين؟ بالهوت سبرينجز، الينابيع الحارة، والمناطق الاستوائية الكومبوست هيت هابس، زين، اللي هي تجمع حتى الصحاري. زين، النوع الرابع اللي هو الهايبر ثيرموفيلس. كل هايبر معناها عالي، كل هايبو معناها منخفض. هايبو ثيرموفيلس او هايبو ثيرموفيلك هي اللي تعيش في درجه حراره جدا عاليه، يعني يكون عاده الاوبتيموم تمبرشر مالتها من 70 الى 110 سيليزي. وامثال ذلك هو عندنا عاده الاركيا اللي هي تكلمنا عليها بالمحاضرات السابقه، تكون عادة موجودة في نسميها البقع المياه الجوفية اللي تكون عيون الحارة اللي تغلي، زين، اللي بعضها يكون موجودة في بعض المحيطات. هذا بالنسبة إلى درجة الحرارة. إذا درجة الحرارة هناك درجة حرارة معينة تحتاجها كل بكتيريا، اعتمادا على نوع البكتيريا تحدد تلك الدرجة المناسبة للنمو. بالنسبة إلى الأكسجين، طبعا هناك بكتيريا، مجموعة بكتيريا، بعضها يكون، الآن راح أتكلم عنها، يكون محب، بعضها يكون كاره للأكسجين. Bacteria show a great deal of variation in their requirements for gases oxygen. يعني البكتيريا عادة بمجاميعها بأجناسها المختلفة أظهرت في النوع من التباين بالنسبة إلى حاجتها للأكسجين. بعض الأجناس مثلا تحتاج ظروف هواء، بعضها لا تحتاج ظروف هواء، وهكذا. ولذلك احنا نقسمها إلى المجاميع التالية. النوع الأول obligate aerobies، معنى أنه لابد أن يكون أكسجين موجود حتى هذه البكتيريا تنمو. Are organisms that grow only in the presence of oxygen، فقط لما يكون أكسجين موجود. They obtain their energy through aerobic respiration، تحصل على الطاقة عن طريق التنفس الهوائي. النوع الثاني اللي هو نسميه micro aerophils، معنى أنه الكائنات اللي تحتاج إلى أكسجين ولكن بنسبة منخفضة. إذن هي organisms that required a low concentration of oxygen which is 2% to 10% for growth but higher concentrations are inhibitory،
بمعنى انه هذه الكائنات اذا تحتاج الاكسجين ولكن بتركيز جدا قليل، اذا توفرت في ظروف هوائيه لا تستطيع النمو. زين، يكون هذا الاكسجين عاده مضر بها. They obtain their energy through aerobic respiration، هي ايضا تحصل على الطاقه عن طريق التنفس الهوائي. النوع الثالث اللي هو obligate anaerobes، بمعنى انه الكائنات اللي لابد انه تنمو فقط في ظروف خاليه من الاكسجين. Our organisms that grow only in the absence of oxygen, they obtain their energy through anaerobic respiration or fermentation. يعني معناه انه هذه البكتيريا تنمو فقط في الظروف التي تكون لا هوائيه، تحصل على الطاقه من خلال عمليه التنفس اللاهوائي او عن طريق التخمر، وهذه المفروض تاخذوها في دروس اخرى اللي هو التنفس الهوائي واللاهوائي وكذلك الفرمنتيشن وكيف تحصل الاحياء المجهريه او حتى الخلايا بشكل عام على الطاقه من خلال هذه الدورات، دورات التحلل السكري. طيب النوع الرابع اللي هو ايرو تولرنت ان ايروبيز، معناه انه الكائنات لا هوائيه ولكن تتحمل الاكسجين. هذه الكائنات هي اوبليجيت ان ايروبيز، هي نفسها، ولكن اذا اكو اكسجين cannot use oxygen to transport energy but can grow in its presence. They obtain energy only by fermentation and are known as obligate fermenters. لأنه هي تستطيع أن تتحمل الأكسجين ولكن ما تستفاد من عدة الأكسجين، ما تستخدم دورة التنفس الهوائي، وإنما فقط تستطيع أن تحصل على غذائها من خلال التخمر، وبالتالي حتى وإن وجد الأكسجين هي ما راح تستفاد من عدة ولكن راح تتحمل تركيزها. بالنسبة للنوع الأخير اللي هو الفاكولتيتيف أنيروبيز، هي نوع من أنواع الكائنات تستطيع أن تنمو سواء بوجود أو عدم وجود الأكسجين. نوجد الأكسجين استخدمت دورة التنفس الهوائي، ماكو أكسجين استخدمت التخمر وهكذا. But so it's organisms that grow with or without oxygen but generally better with oxygen. They obtain their energy through aerobic respiration if oxygen is present, but use fermentation or anaerobic respiration if it's absent. Most bacteria are facultative anaerobes. معظم أنواع البكتيريا هي اختيارية لا هوائية، بمعنى أنه تستطيع أن تنمو في الظروف الهوائية واللا هوائية. طيب، هذا العامل الثاني اللي هو عامل الأكسجين. ننتقل إلى العامل الثالث اللي هو عامل الـ pH. بالنسبة للـ pH عادة، الـ pH اللي هي الحموضة. Microorganisms can be placed in one of the following group based on their optimum pH requirements. نقسم عادة الأحياء المجهرية إلى ثلاثة أنواع اعتمادا عليما على الـ pH اللي تفضلها. عندنا النوع الأول اللي هي نسميها neutrophils، اللي هي تنمو pH يعني بوسط رقم هيدروجيني من 5 إلى 8. وعندنا الأسيدوفيلز اللي هي اللي تحب الحموضة، المحبة للحموضة، تنمو وين؟ بدرجة حموضة 5 point يعني 5.5 أو تحت ال 5.5، يعني أعلى شيء 5.5، إذا وصلت 6 أصبحت قاعدية، زين أصبحت عفوا متعادلة. بالنسبة إلى الألكليفيلز، معناه أنه المحبة للقاعدية، فهذه تنمو في درجة pH 8.5 فما فوق وهكذا. إذن هذا بالنسبة لاحتياجات الحموضة. نأتي إلى النوع الرابع اللي هو الأوزموزية. هنشوف شنو معنى الأوزموزيس. الأوزموزيس عادة is the diffusion of water across the membrane from an area of higher water concentration to lower water concentration. بمعنى أنه هي عملية انتقال الماء عبر الأغشية من التركيز العالي إلى التركيز الواطئ. من التركيز العالي بالأكسجين بالماء إلى التركيز الواطئ بمن بالماء، من التركيز القليل بالمحلول الملحي خلينا نسميه إلى التركيز العالي بالمحلول الملحي. A cell can find itself in one of three environments. عادة نقدر نقسمها إلى ثلاث أنواع: isotonic,
hypertonic or hypotonic. isotonic اللي هي تتحمل الأوزموزية اللي هي الطبيعية الأوزموزية. hypertonic اللي هي الأوزموزية العادية، والhypotonic اللي هي الأوزموزية المنخفضة. وياها راح نشوف شنو معناها. بالنسبة للايزوتونيك فهو الـ environment with the water and solute concentration are the same inside and outside the cells. And water goes into and out of the cells at an equal rate. بمعنى انه هذه البكتيريا قسمين نوع. النوع الاول اللي هو المعتمد الاوزموزي، معنى انه هذه البكتيريا تكون موجودة في وسط. هذا الوسط وسط سائل. يكون تركيز الملح داخل الخلية البكتيرية مساوي لتركيز الملح داخل خارج الخلية البكتيرية، ولذلك السوائل تدخل وتخرج عبر الغشاء الخلوي بدون أي مشكلة. ولكن بالنسبة إلى المحيط إذا أصبح هايبرتونيك، بمعنى أنه تركيز الماء يكون داخل الخلية البكتيرية أكبر من عدة خارج الخلية البكتيرية، في هذه الحالة الماء يذهب من داخل الخلية إلى خارجها، فيسموها هايبرتونيك. هذه الأوزموزية، زين، هذه الأوزموزية الهايبرتونيك نسميها. أما الهايبوتونيك فبالعكس، يكون تركيز الماء داخل تركيز الماء العفوا خارج البكتيريا أو خارج الخلية أكبر من تركيز الماء داخل الخلية، فيشي يصير عملية دخول للماء من الخارج إلى الداخل. Water goes into the cells. زين. إذا الآن عندنا هنا إحنا ثلاث أنواع بالأوزموزية. لما عرفنا الأوزموزية قسمنا الأوزموزية إلى isotonic, hypertonic, hypotonic. طيب البكتيريا شنو اللي تحتاج؟ بالنسبة للبكتيريا معظم البكتيريا تنمو بisotonic environment or hypotonic environment. بمعنى إنه يكون التركيز الملح بداخل الخلية البكتيرية أكثر من التركيز الملحي خارج الخلية البكتيرية، ولذلك عدها الخلية البكتيرية جدار خلوي وغشاء خلوي ينظم مرور الماء ويمنع دخول الماء من الخارج إلى الداخل. ولكن إذا نمت البكتيريا في هايبرتونيك، بمعنى في تركيز ملحي عالي، يعني على سبيل المثال ماء وملح بتركيز عالي جدا، اللي يصير شنو داخل الخلية التركيز الملحي أقل من التركيز الملحي خارج الخلية، ولذلك الماء يخرج، ولذلك البكتيريا يصير بيها شرنكيج تنكمش. ومعظم أنواع البكتيريا تكون عادة شنو تكون يا أما تتحمل الهايبوتونيك أو الأيزوتونيك. ولذلك عادة لما نحفظ الأغذية نحفظها في تركيز ملحية عالية أو نحفظها في تركيز سكرية عالية، نفس الحال. فاللي يصير شنو إنه الخلايا البكتيرية قليل ما تلوث هاي الأغذية. ليش؟ لأن معظم الخلايا البكتيرية لا تستطيع النمو في هذه التركيز الملحية العالية أو التركيز السكرية أو إلى آخره. Organisms that can grow at relatively high salt concentration are said to be osmotolerant. بعض أنواع البكتيريا على الرغم من ذلك أنه تستطيع أنه تتحمل التركيز الملحية العالية إلى حد 10%، يعني 10% على سبيل المثال لو أخذنا الآن 10 غرامات من الملح، ملح الطعام NaCl، وحليناها بلتر واحد من الماء يكون تركيز الماء الملحي 10% نسميه. فبالتالي البكتيريا اللي تستطيع النمو في تركيز 10% أو أكثر طبعا زين نسميها أوزموتولرنت، لأنه تتحمل الأوزموزية. بالنسبة لبعض أنواع الأركيا تتحمل حتى تركيز ملحية 20% أو أكثر، ولذلك نسميها halophiles، بمعنى أنه محبة للملح halophiles. هذا بالنسبة لمن إلى الأوزموزية. ننتقل إلى المطلب الخامس، أنه الكائنات الغذائية تحتاج الطعام. الكائنات عفوا الحياة المجرية البكتيريا أو غيرها تحتاج إلى طعام، تحتاج إلى مادة غذائية. Microorganisms also depend on unavailable source of chemical nutrients. تحتاج إلى مصادر كيميائية كغذاء. They are often grouped according to their energy source and their source of carbon. عادة نقدر نقسمها إلى أنواع كثيرة ومختلفة اعتمادا على شنو نوع مصدر الطاقة، شنو نوع مصدر الكربون. بعضها تستخدم كربون عضوي على سبيل المثال، بعضها تستخدم حتى الكربون اللا عضوي، تستطيع الاستفادة من عدة وهكذا.
الاحتياج السادس هو الووتر. بدون الووتر البكتيريا لا تستطيع أن تنمو، النشرية لا تستطيع أن تنمو، يحتاج الماء. زين، النقطة السابعة والأخيرة أنه هناك عوامل خاصة للنمو. هذه العوامل على سبيل المثال أمينو أسيدز، إذا تواجدت بعض الأمينو أسيد بالطبيعة اللي هي تكون الوحدات الأساسية لبناء البروتين، البيورينز، البايراميدينز اللي هي المكونات الأساسية للحامض النووي، فيتامينز، بعض أنواع الغذاء البكتيرية تحتاج إلى الفيتامينز. That the cell must have for growth but cannot synthesize itself. بعض الأحيان كثير من هذه العوامل البكتيرية ما تستطيع أنه تصنعها بنفسها، لأنها تحتاج أنه تأخذها من المحيط، تحتاج إلى فيتامينات، تحتاج إلى يعني عملية الآن مثلا لما تضاعف الخلية البكتيرية تحتاج إلى بايراميدين وبيورين اللي هي الأدينين، ثايمين، جوانين، سايتوسين، القواعد النيتروجين. هذه القواعد النيتروجين ما تقدر هي تصنعها بنفسها، لابد أنها تأخذها من المحيط. وهكذا بالنسبة لبعض الأحماض الأمينية وبعض الفيتامينات. بالتالي هذه نسميها عوامل نمو، growth factors. Organisms having complex nutritional requirement and needing many growth factors are said to be fastidious. معنى أنها البكتيريا أو الكائنات اللي تحتاج إلى العوامل الكثيرة من النمو المعقدة، تحتاج إلى عوامل كثيرة من المواد الغذائية نسميها الفاستيديوس. إلى هنا انتهت المحاضرة، أتمنى أنه المحاضرة غير صعبة وغير مملة. إذا كان أي سؤال هناك feel free to ask. And at the end, I would like to thank you for the careful listening. I wish you the best luck. Thank you. في النهاية في